فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص سافر من الرياض إلى جدة من أجل عمل خاص به، ناويا أنه إذا انتهى يذهب إلى مكة فيأخذ عمره، فمن أين يحرم؟ يحرم من الميقات، لأنه يوم يمر على الميقات وهو ناوي العمرة، بس يقول إني لي حاجة في جدة بمر على جدة، هذا ناوي العمرة فيحرم من الميقات. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان قد أحرم من جدة فهل عليه شيء؟ إذا كان بالصورة التي ذكرت عليه فدية، نعم، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، فيكون عليه فدية، ذبح شاة في مكة تصدق بها على الفقراء، وعمرته صحيحة. نعم.